السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو هاجر التعليمية. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. إذن هذه المرة سنكون مع الجزء الثالث الخاص بالأعداد الجذرية لنومب غاسيونير برودوي إيكوسيان. إذن رأينا في الحصة الأولى تقديم للأعداد الجذرية. في الحصة الثانية رأينا المجموع والفرق اذا لاديسيون ولا سوستراكسيون دو دو نوم. في الحصه سنرى الجدال وخارج عددين جذريين. اذا قلنا التذكير بان نقول لا كونسيون ا سور بي اذا يسمى عدد جذري في حيث ا عدد عشري دو نومبر ديسيمال بي بعددان عشريا بحيث ب تخالف صبر تسمى عدد جذري او نومبر راسيونال. اذا مجموع عددين راينا مجموع عددين سي سور دي لنقوم دائما بايجاد المقام الموحد. اذا لا ميم دينومينيغاتور اذا بي فوا دي ا فوا دي بلوس plus ou moins b fois c. إذا كان ناقص هنا سنقوم بعملية ناقص. إذا فات الحصة سنرى la produit et la quotient. Donc produit de deux nombres rationnels. Produit. Première des choses, produit. إذا جدال عددين جذرين. إذا a sur b fois c sur d. إذن A sur B nombre rationnel, C sur D nombre rationnel tel que D et B différents de 0. Donc c'est نفس الشيء بالنسبة للأعداد الكسرية les fractions. Donc numérateur quoi? Le numérateur, dénominateur quoi? Le dénominateur. A fois C B fois D. إذا كانت ثلاث أعداد جذرية مثلا A على B في C على D أو بصفة عامة إذا كانت ثلاث أعداد جذرية X Y Z 3 نومبر غاسيون 3 نومبر غاسيون. Donc A, X fois Y fois Z égale X fois Y. Bien accroché, nous allons faire le X fois Y, c'est le moment de faire Z. Nous pouvons faire X, nous allons faire Y. Et bien, je donne Y. Nous allons faire Z. Nous allons faire X fois Z. X fois Z مضروبة في Y من عملية الضرب تبادلية. Donc la produit de deux nombres rationnels est commutatif. Une ضرب بصفة عامة عملية تبادلية. إذن عدد في مقلوبه de l'inverse A sur B fois B sur A tel que A و B différent de 0. إذن عدد جذري غير منعدي. إذن تساوي 1. إذا هذا فيما يخص الجذع. إذا نقوم بتطبيق ثلاثة عندنا تطبيق أبليكاسيون ثلاثة على أربعة مضروبة في سبعة على ستة تساوي. إذا هنا نقوم بعملية حساب الجذع مع اختزال إن كان ممكن. إذا هنا لاحظ معي إذا هنا ثلاثة مضروبة في سبعة على إذن المقام في المقام على البسط أربعة في ستة. إذن ممكن أن سبعة في ستة أو عندنا ثلاثة في سبعة أربعة في ستة أربعة مضروبة ستة ثلاثة في اثنان. إذن نقوم بالاختزال بثلاثة نختزل بالعدد
ثلاثة تبقى سبعة على أربعة في اثنين تساوي ثمانية. مثال آخر، ناقص خمسة على ثلاثة في سبعة على اثنان مضروبة في ناقص صفر فاصلة ستة. إذا نحسب هذا الجدال مع اختزال كان ممكن. إذا تساوي، إذا ناقص خمسة على ثلاثة مضروبة في سبعة على اثنان مضروبة، إذا كل عدد عشري هو عدد جذري، إذا هي ناقص ستة على عشرة. إذا هنا إذا نضرب المقام البسط في البسط والمقام في المقام، إذا تساوي ناقص خمسة مضروبة في ستة مضروبة في سبعة مضروبة في ناقص ستة على ثلاثة مضروبة في اثنان، إذا عشرة في عشرة، إذا عشرة يمكن نكتبها خمسة في اثنان، إذا خمسة مضروبة في اثنان. إذا هنا يمكن أن نختزل هنا بخمسة، عندنا ثلاثة في اثنان، ثلاثة في اثنان تساوي ستة، إذا نختزل هنا بستة، إذا ثلاثة في اثنان ستة، ستة يبقى عندنا هنا، إذا يبقى في الأعلى سبعة في ناقص واحد هي ناقص سبعة على اثنان. إذا نمر إلى إذا مثال آخر، مثلا ناقص ثلاثة على أربعة في أربعة على ثلاثة، إذا قلنا إذا ثلاثة على أربعة، أربعة على ثلاثة هي مقلوب العدد ثلاثة على أربعة، إذا تساوي واحد، وعندنا الإشارة ناقص، إذا تساوي ناقص واحد، إذا هنا يمكن أن نختزل بأربعة، أربعة، ثلاثة، ثلاثة، تبقى عندنا ناقص واحد في واحد على واحد في واحد تساوي ناقص واحد. إذا نمر إلى الكوسين، إذا نفس الشيء نحول الخارج إلى جداء ونقوم بنفس العملية. إذا أ على ب، أ على ب على جذري مقسومة على س على د، إذا س على د عدد جذري غير منعدم، إذا هذه الكتابة تكتب على شكل أ على ب س على د تساوي، إذا جداء الأول في مقلوب الثاني، العدد الجذري الأول في مقلوب العدد الجذري الثاني د على س. إذا حولنا الخارج إلى جداء، نقوم بنفس العمليات التي قمنا بها عند عملية الضرب. سنقوم بالتطبيق، مثلا ناقص 0.3 على 7 على 4، إذا تساوي، إذا ناقص 0.3 هي 3 على 10 على 7 على 4، إذا تساوي 3 على 10 في مقلوب، إذا ناقص 3 على 10 في مقلوب العدد الثاني، إذا في 4 على 7. إذا عندنا هنا يمكن أن نختزل، إذا ناقص 3 على، إذا 10 هي 5 في 2 في 4، إذا 2 في 2 على 7. إذا هنا نختزل ب 2، إذا تبقى عندنا ناقص 3 في 2 ناقص 6 على 5 في 7 هي 5 و 3. سنحاول نضع تمرين يخص عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة في آن واحد، إذن كخلاصة للحصص الثلاث خاصة بالأعداد الجذرية أو العمليات الأربعة، إذن لكاتر أوبيراسيون سور لي نومبر راسيونيل.